السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنسوي الأكلة الفلسطينية. إيش هي الأكلة الفلسطينية الموجودة على أرض فلسطين؟ نبدأ أول إشي بالمقلي، يعني دجاج مقطع مغسول، بصل مغسول بالمقطع شوارعها، وعند رز مغسول ومنقع. خلصنا تقطيع البصل بهالشكل هذا، وجبت التومة وفرفطتها عشان اوريكم اياها بهالشكل وتكون بتتحط بالطبخة. وهلا احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نسلق الحمص، نحطه فرد الطنجرة لما يصير مستوى، عشان احنا بدنا نكمل السوا تبعه في قلب الطبق. ورجعنا تاني. هلا احنا بدنا نطحن البهارات اللي بدنا نحطها في قلب الاوبن. اول اشي بدي اطحن 4 مسمار او كبش قرنفل على حسب الدولة اللي بتنطق فيها. هذا مسمار او كبش قرنفل 4 حبات. نسيت اذكرهم في اول الوصفة. نطحن معهم هين الفلفل الاسمر. انا بحب البهارات اطحنها طازة، يطلع طعمها اقوى. بدي احط معهم 2 معلقة قرفة. هلا انا حطيت كبش قرنفل وهيل فلفل اسمر وقرفة. في الفيديو عشان صوت
بوصله.